قبل أن أبدأ بأخذ الأسئلة من الحضور، وددت أن أوجه لسموكم الكريم سؤال استوقفني عند قراءتي للكتاب، وهو يقول: ما بين القاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرهم، هناك موضوع مرعب أصبح لعنة على العالم الحديث، ألا وهو ظهور وتمكين الشباب ذوي الذكاء المحدود والتعليم الأدنى وانعدام الفهم المطلق لتعقيدات العالم. شباب يعتقدون أن لديهم مهمة تغيير العالم بالقوة واستخدام العنف. حدثنا سمو الأمير عن هؤلاء الشباب، كيف تم تغذية عقولهم لهذه الأفكار العدمية كما أسماها سموكم؟ هل حلت هذه اللعنة على العالم وما عاد بالإمكان كبح جماحها، أم أن هناك ما يمكن عمله حيالها؟ كثير من الناس في العصر الحديث يتجاهلوا أو يتناسوا الشيطان الرجيم. لا شك أن هناك عوامل تؤدي وأدت إلى أن يعتنق هؤلاء الشباب ما يعتنقوه من مبادئ ومن أفكار فيها من العدمية ما فيها، وفيها من الاستهتار بالأسس ليس فقط للدين الإسلامي ولكن أيضاً للإنسانية جمعاء، ويبرر ذلك بأنهم هم الأفهم وهم الأصلح وهم الأفضل من بقية البشر. كيف يتم استجلاب هؤلاء؟ من خلال أدوات التواصل. عندما قامت القاعدة في أواخر السنين للغزو السوفيتي لأفغانستان، كانت وسيلة التواصل في ذلك الحين هي الفاكس وشريط الكاسيت. فوجد بن لادن في حينها منصة ليوزع الفاكسات، وقد لا يعلم كثير منهم أن أغلب فاكساته كانت توزع من مدينة لندن. كان هناك مديراً لمكتب بن لادن قائماً في لندن، وهو الذي يوزع هذه الفاكسات على المتلقين. أما المنفذ الآخر لبن لادن فكان محطة الجزيرة القطرية التي وجد فيها منبراً يخاطب به ليس فقط الشباب وإنما العالم كله. وبالطريقة التي قدم بها في تلك المحطة والتبجيل الذي بجلوه به كانت كافية بأن تجلب انتباه ليس فقط الكبار وإنما الصغار. فهذه كانت أحد الأساليب التي اتبعها هو، ثم بين أتباعه ومن يعتنق الفكر العدمي الذي هو كان مروج له من ما سموا في ذلك الحين بالمشايخ وبين قوسين، وهم ليسوا في المشيخة من شيء، ويكرم عنهم المشايخ الأفاضل ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم. فهذه كانت بعض الوسائل. أما الأسباب النفسية فأنا لست محلل نفساني، وإنما ما قرأته وسمعته من ما ذكر في وسائل الإعلام أن الشعور بالإحباط لدى الشاب والتقليل من قيمته في نفسه ونظرته لنفسه يؤدي إلى اعتناقه مثل هذه المبادئ العدمية والتأسي بمن هم يطرحون أنفسهم كمخلصين لما يشعر به من إحباط ومن
عدم احترام للنفس، فيظهر له بمظهر الأبطال والمخلصين والذين يستطيعون أن يفعلوا ما لم يستطيع الآخرين أن يفعلوه، فتتكون لديهم هذه النزعة للانخراط وراء هؤلاء حتى إلى مستوى التضحية بالنفس، مثل من يفجرون أنفسهم والذين ينتحرون في أداء مهامهم إلى هذه الدرجة. وأعتقد لو دعيتم المسؤولين في معهد التناصح لدينا، معهد الأمير محمد بن نايف، ربما لأدلوا بدلوهم في هذا المجال أكثر مما أنا أستطيع أن أفضي به. نعم، أشرتم سموكم للأفكار العدمية، ما هو المقصود بالأفكار العدمية؟ الأفكار العدمية هي عدم الالتزام بأي مبدأ وعدم احترام أي مبدأ، وهذه أفكار نبعت، أو التعريف بهالتعريف هذا نبع في أوروبا في القرن التاسع عشر الميلادي، عندما كانت هناك في المجتمعات الأوروبية بؤر ممن نزعوا هذه النزعة للشعور بأنهم لا منتمين للمجتمع، وأن المجتمع إما مضطهدهم أو متجاهلهم، وبالتالي لا يكنوا لهذا المجتمع أي احترام، بل ويقوموا بأعمال ليظهروا أنفسهم كمخالفين لهذا المجتمع. فمن هذا المنطلق أنا أعتقد أي شخص يقوم ضد أهله وعشيرته وربعه وقيادته هو ممن يعتنق هذه المبادئ. صاحب السمو، هل من الممكن أن تتحول حركة طالبان إلى نظام دولة بكل المعايير اللازمة لذلك؟ وما هي التحديات التي يمكن أن تواجه الحركة في هذا الاتجاه؟ والله يا دكتور سعود، أنا ممكن أسألك نفس الشيء، لأنه أنا ليس لدي علم عن إمكانية قدرة الطالبان على أن يتحولوا إلى دولة وإلى حكومة وإلى أداة لتخطي المآسي التي عاشتها أفغانستان. في نسختهم الأولى لا شك أنهم أثبتوا عدم قدرتهم على ذلك، فشرعوا باستئصال فئات كبيرة من المجتمع الأفغاني، وعادوا كل المجتمع حواليهم، وأكثر من ذلك في الشؤون الخارجية عادوا الدولة التي ساندت الجهاد الأفغاني أكبر مساندة، اللي هي المملكة العربية السعودية، باستضافتهم لبن لادن والسماح له بالقيام بأعمال ضد المملكة، ثم في البداية موافقتهم لتسليم بن لادن للمملكة، ثم في النهاية نقضوا ذلك الاتفاق. ومعي كان في اللقاء الأول مع الملا عمر الشيخ عبد الله التركي الذي حضر الحوار معه، وكان مستجيبا وبشوشا وودودا في استقباله، وشكورا للمملكة بأنها قدمت ما قدمت للجهات الأفغاني. ولكن عندما التقينا في اللقاء الثاني، ولم يكن معي الدكتور عبد الله في ذلك الحين، كان قد انقلب 180 درجة عما سبق، فبدأ يذم المملكة بأنها تضطهد المجاهد الكبير بن لادن، وأنها يجب أن تضع يدها في يده ضد الاستعمار وضد الظالمين وإلى آخره. وحينها استعد المملكة، فانقطعت العلاقات بين المملكة وبين أفغانستان، وحصل ما حصل، وأدى ذلك إلى 11 سبتمبر. طيب، نترك المجال إذا في أسئلة عند الحضور. الإخوان بالميكروفون لو سمحتم. إذا ما سمعت الأسئلة يا ريت تقول لي شيء. طيب. إذا ما سمعت. طيب، حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا هنا دكتور سعود في يسار الجلسة. بسم الله. لو سمحت عيد الاسم مرة ثانية. السلام عليكم دكتور. عفوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور مبارك بن هادي القحطاني جامعة الملك سعود. من يقرأ كتابكم سمو الأمير يجد أن بين السطور أشياء لم يقلها سمو الأمير تركي الفيصل، فهل يرى سموكم أن الوقت مناسب لأن يقولها، خصوصا مع التحول الأخير في القضية الأفغانية؟ لعل هذا السؤال الأول. السؤال الثاني هو سؤال استشرافي عن ما يرى سموكم لمستقبل أفغانستان، خصوصا عن تحول خطوط التماس الآن بين الشرق والغرب، ربما في ظل التحالف الأسترالي البريطاني الأمريكي الأخير، قراءة سموكم لهذا التحول. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور. أما بالنسبة للقراءة ما بين السطور، فعندما كنت أكتب هاتلك السطور فلم أجد ما بينها شيء، فعليك أن تقبل بما قرأته في تلك السطور، وذلك كل ما كان في جعبتي ليضعه في تلك السطور. أما بالنسبة للتحول ما حصل في العالم، لا شك أننا نعيش احتمالية، وأعتقد يمكن يكون قيام تحدي جديد دولي، كما كان قائماً بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قبل أن يتداعى الاتحاد السوفيتي، وذلك بين الصين الشيوعية وبين الولايات المتحدة. ولكن كما سمعت في المذياع اليوم أن الرئيس بايدن والرئيس شي سوف يلتقيان عبر الاتصال الإلكتروني في آخر هذا الشهر أو في الشهر اللي بعده، وهذه خطوة جيدة بين العملاقين في العالم الآن، لأننا ليس هناك مجال لعودة الحرب الباردة. العالم أصبح أصغر بكثير مما كان عليه أيام الحرب الباردة الأولى، خاصة من خلال سبل التواصل الاجتماعي القائمة الآن، كما أن أدوات التدمير لدى الدول أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في ذلك الحين. فأرجو ألا يتم القيام بهذا العمل اللي هو الاستعداء بين هذه القوتين، وتعريضنا نحن الذين على محيط هذه الدولتين العظميين أن نحد إلى الاختيار بين إحدى أو الثانية. ليس هذا مجال أعتقد يريح أو يطمئن المواطن العادي في أي دولة من دول العالم. فأرجو أن تكون هذه الخطوات التي اتخذها الأمريكان من جهة، والخطوات التي اتخذتها الصين من جهة أخرى، أنها لا تؤدي لهذا الاستقطاب الذي نراه مقبل، وأرجو أن يحدوا ذلك في اللقاء الذي سيتم بين الرئيس شي والرئيس بايدن. نأخذ سؤال ثاني لو سمحتم. سمو الأمير، اسمح لي أن أبدأ بسؤال. لو سمحت، مين حضرتك؟ تعرفنا بنفسك الله يخليك. أنا عبد الرحمن الجديع. أهلا وسهلا. أحد المتقاعدين من وزارة الخارجية. سؤالي طال عمرك، ما هي البواعث التي تدفع بدول كبرى لكي تنفق هذا الكم من الأموال وتتكبد هذا القدر من الخسائر للفوز ببلد مثل أفغانستان، وهي دولة آسيوية صغيرة حبيسة لا تطل على بحار؟ ثم ما هو في اعتقادك سمو الأمير يحفظك الله تأثير إيران الثقافي والسياسي والاقتصادي، لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية، وانعكاسات ذلك على مستقبل العلاقات مع دول المنطقة المجاورة مثل باكستان والصين وروسيا؟ وأخيرا، هناك طموح لتركيا البعيدة في أفغانستان، كيف ترى ذلك سموكم يحفظكم الله؟ شكرا. شكرا لك يا دكتور. بالنسبة إذا كان صح التعبير لأطماع الدول الكبرى في بلد زي أفغانستان، فعبر التاريخ كانت أفغانستان دائما معرضة للتداخلات الأجنبية، لأنها تأتي في موقع كان تاريخياً يفصل بين توجه معين وتوجه آخر. فلو عدنا ليس ببعيد كثير إلى القرن التاسع عشر الميلادي، أثناء انتشار الإمبراطورية البريطانية في آسيا،
واحتلالها لشبه القارة الهندية، ثم طموحات روسيا الرومانية في ذلك الحين في آسيا الوسطى، لكانت أفغانستان هي محور الصراع بين البلدين، بين بريطانيا وبين روسيا في ذلك الحين. فوجودها الجغرافي يبدو لي أنه يؤثر في موقعها الجيوسياسي بين الدول العظمى. ولو عدنا للحرب الباردة السابقة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، كذلك كانت أفغانستان على الطرف أو على الحد الذي يفصل بين حلفاء أمريكا جنوب أفغانستان، ومنهم الباكستان وإيران في ذلك الحين قبل الثورة الإيرانية، والاتحاد السوفيتي شمال أفغانستان. وبالغزو السوفيتي لأفغانستان برز أنه ربما يسعى الاتحاد السوفيتي إلى التوسع أكثر، مهدداً باكستان وإيران في ذلك الحين. فكان موقف أمريكا هو مساعدة المجاهدين لمواجهة هذا التحدي السوفيتي في ذلك الحين. أما ما هو موجود في أفغانستان، فأنا مثلك يا دكتور أيضاً أتساءل ما هي الكنوز التي هي موجودة في ذلك البلد التي تجلب وتستدعي أن يأتي إليها هؤلاء من كافة أنحاء العالم، إن كان من أمريكا أو من الاتحاد أو من الناتو أو قبل ذلك السوفييت، لكي يكون لهم نفوذ في هذا البلد. ما قرأته مؤخراً أن هناك من الثروات الدفينة في أراضي أفغانستان من مواد ثمينة لو تم الحفر عنها والاستقطابها واستخراجها من الأرض يكون لها تأثير على اقتصاديات البلد التي تستطيع أن تستفيد منها. فربما هذا هو السبب، ولكن في تصوري أن التنافس السياسي بين الكتل ربما هو اللي أدى لهذا البلد الصغير والوديع والشعب الطيب أن يكون عرضة لهذه الطموحات. سؤالك الثاني لو سمحت، سل ما هو تأثير إيران الثقافي؟ إيران عندما قام الحكم الأول لأفغانستان كان هناك عداء دموي بين إيران وبين الطالبان، وحصلت معارك في أفغانستان تعرض فيها مواطنين إيرانيين أو دبلوماسيين إيرانيين للقتل وغيره من أدوات العداء ومظاهر العداء. بعدما احتل الأمريكان أفغانستان، رأت إيران في الطالبان التي هي ناهضت هذا الاحتلال إمكانية أن يكون عدوي صديقي، فوفرت مساعدات لطالبان على حسب إمكانياتها، وقامت علاقة بين إيران وبين الطالبان. وشهدنا قبل سقوط حكومة الرئيس غني واستيلاء طالبان على أفغانستان أن إيران استضافت إحدى الجولات للمفاوضات بين حكومة الرئيس غني والطالبان، فهذا دليل على أن هناك شيء قائم بين الطالبان وبين أفغانستان. أما من ناحية التأثير الثقافي وغيره، لا شك أن إيران نشطت أثناء الحكم الذي خلف الطالبان سابقاً لمحاولة نشر ثقافتها وتأثيرها في المجتمع الأفغاني، وهناك أقلية شيعية في أفغانستان استعانت بها إيران لبث نفوذها في أفغانستان. ومن الأدلة على ذلك ما استطاعت إيران أن تجذبه من متطوعين من هذه الأقلية الشيعية في أفغانستان لكي يقاتلوا في سوريا، وهي لم تخفي ذلك، بل إنها روجت لهم في وسائل إعلامها واعتبرتهم من مؤيدي ومتحالفي إيران في سوريا.
فلا شك أن هناك تأثير لإيران على أفغانستان، وبالعكس أنا أعتقد أن هناك أيضاً تأثير للطالبان في أفغانستان في إيران، ولكن لا أستطيع أن أحكم ما مدى هذا التأثير لأنه ليس لدي معلومات كافية عن هذا الشيء. والأيام ستأتي وسنرى كيف ستستمر، إذا كان هذه العلاقة سيكون لها فرصة أن تستمر بين إيران وبين الطالبان، خاصة لما نعرفه من محاولات إيران الدائمة والقائمة أن تتدخل في شؤون الدول وخاصة الجارة لكي يكون تأثيرها مؤثر على تلك الدول. سمو الأمير، هل من الممكن أن تحمل المستجدات الأخيرة في أفغانستان رسالة إلى جماعات الإسلام السياسي وإلى الجماعات الإرهابية مثل داعش بالنظر إلى طالبان كنموذج يحتذى في سعيهم للوصول إلى السلطة؟ لا شك أن نجاح طالبان في أفغانستان يعزز من نظرة بعض الجماعات ما تسمي أنفسها بالإسلامية أنها إذا استمرت فيما تعتبره جهادها أو كفاحها وهذا أنها ربما تصل إلى ما تصبو إليه. ومع ذلك وبالنسبة خاصة لما يسموا أنفسهم الدولة الإسلامية والتي أنا أسميها فاحش، فالعداء قائم بين هذه وطالبان، وشاهدنا مؤخراً التفجيرات التي حصلت أولاً في مطار كابول أثناء الانسحاب الأمريكي، ثم من يومين أو أكثر أو ثلاثة الانفجار الذي حصل في المسجد في كابول نفسها الذي ادعت تلك المنظمة أنها هي وراه. فليس كل الجهات ما تسمي أنفسها بالإسلامية متفقة مع الطالبان. طالبان حلفائها المعتمدين والتي هي تقر بهم هم القاعدة التي وفرت لهم الحماية أثناء حكمها في السابق، والتي استمرت علاقتها بالقاعدة حتى اليوم. فلا أعلم ما مدى تأثير ذلك على بؤر هذه المنظمات إن كانت موجودة في العراق أو في سوريا أو في أماكن أخرى في شمال أفريقيا أو في الساحل وغيرها من الأماكن التي توجد فيها مثل هذه المنظمات. نعم، تفضل سعادة السفير، ميكروفون هنا الله يسلمكم. شكرا سمو الأمير على هذا الإثراء، الله يطول عمرك. نحن نرى اليوم جيل صاعد في أفغانستان، عندما كانوا في العشرينات أيام 2001 اليوم هم في الأربعينات، وبالتالي هل نرى أنه هذا يقودنا إلى تفاؤل أن نرى أفغانستان دولة إسلامية معتدلة، خاصة وأنهم وجدوا يعني خلال العشرين سنة اللي فاتت استفادوا في باحتكاكهم بالأمريكان وبالإعلام الموجود في أفغانستان؟ هل هذا يقودنا إلى التفاؤل؟ وهل نرى أن الصين ستحتل محل أمريكا بما نراه من وجود سياسي مكثف دبلوماسي مكثف اليوم في كابل؟ شكرا سمو الأمير. ما بالنسبة للطالبان ودولة إسلامية معتدلة وإلى آخره، أنا لا أستطيع أن أحكم على ذلك، وإنما الانتظار لمعرفة هل سيطبقوا ما قالوه أو لا. فمن تصريحاتهم الأولى أنهم سيشكلوا حكومة جامعة للفئات المختلفة في أفغانستان. ثم بالنسبة لموضوع المرأة، قالوا أنهم ليسوا ضد المرأة، ولكن يجب أن المرأة تتبع الشريعة الإسلامية. وأنا أستطيع أن أقول لهم يعني إذا كان هذا منهجكم لما لا تتأسوا بالمملكة العربية السعودية التي هي محكومة بالشريعة الإسلامية، والحمد لله حقوق المرأة محفوظة فيها تحت تلك الشريعة. فلا أعلم إذا كان يمكن أن أحكم عليهم هل سيستطيعوا ولا لا، لنرى ولا نستعجل الأمور والأيام قادمة. بالنسبة للصين، الصين لا شك أنها ستبحث عن مصلحتها، وكانت على صلة قائمة بالحكومة السابقة
للطالبان منذ أن قام الحكم الرئيس كارزاي واستمر في الرئيس غني، فكان الصين لها علاقة قوية بالحكومتين، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من التوقيع على اتفاق لاستخراج المعادن من أفغانستان. هل سيستمر هذا الأمر مع طالبان؟ ربما، كما شاهدنا أنه قبل أن يستولوا على كابل فلقد بعثوا الطالبان بمبعوث إلى الصين، ويبدو لكي يطلعهم على أين توجههم الطالبان، ويرى ما سيكون ردة الفعل عند الصين. ما سمعته في الأخبار أن كل الدول المحيطة بأفغانستان والتي لها يبدو مصالح قائمة في أفغانستان، مثل باكستان، مثل الصين، مثل روسيا، حتى إيران، أنهم كلهم قالوا أنهم ينتظروا ما سيفعل الطالبان بما وعدوا به قبل أن يقرروا كيف ستكون علاقتهم بالطالبان. فلا أعتقد أن الصين ستسعى لاحتلال أفغانستان كما حصل من الولايات المتحدة، كان هناك ما يبرر الاحتلال الأمريكي في البداية، وهذا أمر يعني يتوقف على كيف ستستطيع الطالبان نفسها أن تفرض سيادتها وقدرتها على إدارة الحكم في أفغانستان. شوف الإخوان اللي وراء إذا في سؤال، في كثير رافعين يدهم. أكيد طبعاً. مساء الخير سمو الأمير والحضور الكرام، يعطيك العافية وألف مبروك نسخة الكتاب والطبعة العربية. معك بشاير الشريدة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. إذا تسمح لي طال عمرك في ثلاث أسئلة حابة أسردها على سموكم. سؤالي الأول، هناك بعض الآراء السياسية التي تقول أن الإخوان انتهى وجودهم في المملكة، كيف ترد؟ ولو افترضنا ذلك، فمن الذي يعيد تأهيلهم للدخول على المملكة من جديد؟ ومن هو خليفة أسامة بن لادن اليوم في السعودية أو خارج السعودية؟ سؤالي الثاني سمو الأمير، أو الثالث عفواً، ما توجيهك للشباب اليوم للتعامل مع الأفكار المتطرفة بما فيها الفكر الإخواني؟ أخيراً سمو الأمير، كحنكة لغوية على طاري طالبان، أنا عندي طلبين: السلام على سموكم وتوقيعك على نسختك لأني ما لحقت. شكراً يا أختي بشائر، يعني المركز أمامك وأنا زميل لك في العمل، فالأبواب مفتوحة، الله يحييك. معرفتي بتوجهات الأخوان، وإذا كان فهمت من سؤالك، هو عودة دخول الأفغان، تأثيرهم، يعني أنا أعتقد حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد واعين لما يجري على الساحة، وخاصة فيما يتعلق بالمنظمات التي هي صنفت بأنها منظمات إرهابية، ومنها الأخوان المسلمين. فهل هناك من في داخل المجتمع السعودي يريد أن يعيد تأثير ما قيل أنه كان موجود سابقاً وبالفعل كان موجود؟ لا أعلم، هذا أمر أعتقد الأجهزة الأمنية تستطيع أن ترد عليه أحسن مني، بس الإخوان لن يكلوا ولن يملوا، هذا منهجهم وهذه دعوتهم وهذا طموحهم، طموحهم ليس له حدود. هم لا يعترفون بمبدأ الوطن بحدود محددة، بل يرون أن كل أمر سهل وقائم على عبور الحدود، فوجودهم في مصر، في تأسيسهم لها للإخوان، فردوا منها أطراف لهم في أماكن مختلفة، ليس فقط في العالم الإسلامي ولكن في كافة دول العالم.
هذا أمر لن يكلوا ولن يملوا منه، وأعتقد لابد أن الأجهزة الحكومية واعية لذلك وستقوم باللازم في مواجهته. السؤال الثاني إيش كان؟ السؤال الثاني ما هو تمثيل الشباب تمكينهم للتعامل مع الأفكار المتطرفة؟ والله يعني أنا زي ما ذكرت في 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 السابق يعني فيما قلته أنه واجب علينا قبل كل شيء أن نعي أن انشغال الشباب بالوظيفة وبأداء الواجب للمجتمع وللدولة وبالنشاط الرياضي وبالنشاط الفكري مثل هذه اللقاءات التي تتم في هذا المحفل المحمود، هذه من الأدوات التي تناهض انتشار مثل هذه الأفكار بينهم. عندما يخلوا لأنفسهم ولا يجدوا من يستجيب لطموحاتهم ويحسوا أنهم هم إما مهمشين أو منسيين في المجتمع، حينها ينبع عندهم النزعة لتلقي أي شيء يأتيهم من شخص يوصف نفسه أو يظهر لهم بمظهر أنه يمكن أن يخلصهم من هذا الوضع. فهذا الشيء التي تحرص عليه أعتقد الحكومة الآن، ومن أدوات زي ما ذكرت المناصحة في مركز الأمير محمد بن نايف، أو من خلال ما سمي باعتدال، المشروع الذي قائم على بث الروح المعتدلة لتفسير الشريعة الإسلامية ومناهضة التطرف في المجتمع. كل هذه أدوات تساهم وتساعد في مواجهة هذا الخطر الذي قد يؤدي إلى أن يجلب إلى هذه النشاطات من الشباب ما يجذبهم. سموكم، في رأيكم كيف ينبغي للمملكة التعامل مع حركة طالبان حالياً، وما هي الأولويات الراهنة بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالنسبة لأفغانستان؟ سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عبر عن ذلك في تصريحاته، وأعتقد مجلس الوزراء أيضاً أمس أشار إلى ذلك، أنه أولاً طبعاً أننا نكن ونحترم ونقدر الشعب الأفغاني بكل ما عاناه، ونحاول أن نكون في صفه إن شاء الله دائماً. ثم علينا أن نرى كيف الطالبان سينفذوا الوعود التي أطلقوها عندما استلموا الحكم والسيطرة على العاصمة كابول، فهذا أعتقد هو المنهج الصحيح. لا نتفاءل كثيراً ولا نتشائم كثيراً، بل نرى ما هم سيفعلون ويكون فعلنا رد فعل لفعلهم. نأخذ سؤال دكتور سعود. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير سمو الأمير. أهلا وسهلا. عبد العزيز الشهري، عضو منتدى الخبرة السعودي. السعداء حقيقة في هذا اليوم أن نرى هذا التدشين لهذا الكتاب الذي يعتبر توثيق لحقبة تاريخية هامة وحاسمة من تاريخ الشعب الأفغاني وتاريخ المنطقة عموما. سؤالي الله يحفظك، منذ 1932 وإقامة العلاقات مع الشعب الأفغاني، كانت المملكة الداعم والساند والمؤيد لهذا الشعب في كل الظروف والمراحل. ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعب المملكة العربية السعودية في الفترة المقبلة في مساندة هذا الشعب لاستعادة أمنه واستقراره؟ وهل ترى أنه من الضروري المبادرة إلى التدخل في أفغانستان تجنباً لما حدث في العراق وتسليمه لدول إقليمية أخرى؟ شكراً سمو الأمير. المملكة العربية السعودية أعتقد أنها ملزمة نفسها بأن تكون في دعم لكافة الشعوب الإسلامية وغيرها كمان المحتاجين للمساعدة، فهناك مؤسسات دولية تقدم العون والدعم لتلك الشعوب، والمملكة من أكبر الداعمين لهذه المؤسسات، كما أن لها هي مؤسسات مثل مركز الملك سلمان الله يحفظه للإغاثة وللمساعدة.
وغيرها من الـ من الـ من النشاطات التي تقوم بها المملكة. وأعتقد في الوقت الحالي قبل أن يظهر لنا ما هو توجه الطالبان، لا أعتقد أن المملكة ترى أنها ستتدخل كما تفضلت في أفغانستان، بل ستوفر الدعم الإنساني للشعب الأفغاني، وترى كيف الحكومة الجديدة تنفذ ما وعدت به، وحينها يمكن الحكم على كيفية التواصل مع من هم مسيطرين على الوضع في أفغانستان. في أيدي كثيرة مرتفعة هناك، إذا نقدر ناخذ سؤال من الجهة. السلام عليكم. أحييكم سمو الأمير وأصحاب السمو، وأحيي الدكتور السعود والسادة الحضور. أحمد المايق، وسؤالي سمو الأمير: هل توجد أو هناك قوة الآن قادرة على التحكم بحركة طالبان وتوجيهها؟ والله علمي علمك، كيف حتتأثر على الطالبان؟ يعني أنا أعتقد الآن الطالبان في نشوة، نشوة الانتصار بعد أن حاربوا أكثر من 20 سنة تقريباً. فهل سيأتي معها النشوة التواضع بأنهم يجب أن يكونوا جزء من هذا العالم؟ الله أعلم. فأنا لا أعتقد أن هناك اليوم من يستطيع أن يقول أنه هو مؤثر في أفغانستان. لا شك أن باكستان لها باع طويل في دعم الطالبان، ولكن كما قال رئيس وزراء باكستان فهو أيضاً ينتظر كيف ستتصرف الطالبان بوعودها التي وعدتها عندما استلمت الحكم في أفغانستان، ولننتظر ونرى. سمو الأمير، يكثر الحديث في أوقات مختلفة عن الدوافع لدعم الدول، بعض الدول للفصائل الجهادية الأفغانية خلال تلك المرحلة لإخراج المحتل السوفيتي. ماذا كانت ملابسات ذلك الدعم ومبدأه ودوافعه بالنسبة للمملكة العربية السعودية؟ كيف نوضح هذه النقطة لتكون واضحة للعيان؟ والله أنا أنصح الأخوان والأخوات لو يتفضلوا يقروا الكتاب حقي لوجدوا الأسئلة على هالشيء، الأجوبة على هالسؤال. ولكن واختصاراً للوقت، المملكة عندما غزا السوفييت أفغانستان اتصل الرئيس ضياء الحق الباكستاني بالملك خالد الله يرحمه، وقال له أنه أنا أبغى أرسل رئيس الاستخبارات العسكرية ليطلع جلالتكم على ما نراه في باكستان من بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان. وبالفعل أتى رئيس الاستخبارات العسكرية وشرح أمام الملك خالد والقيادة في ذلك الحين، الملك فهد والملك عبد الله والأمير سلطان الله يرحمهم جميعا والأمير نايف، ما رأوه الباكستانيين من دخول القوات السوفيتية لأفغانستان ومسببات ذلك والخطورة من ذلك. فتشكل عند المسؤولين في ذلك الحين أمرين: الأمر الأول ضرورة مناهضة الغزو السوفيتي لأفغانستان بأي شكل كان، والشيء الثاني ضرورة مساعدة باكستان لحمايتها من احتمال امتداد هذا الغزو السوفيتي ليشمل باكستان. وكما تعرفون من كتب التاريخ ومما قرأناه وسمعناه في الجامعات وفي المؤرخين وإلى آخره، فكان الروس بصفة عامة، إن كانوا روسيا الملكية أو روسيا الشيوعية أو حتى اليوم، لديهم أطماع فيما يسمى بالبحار الدافئة. فأقرب بحر للغزو السوفيتي لأفغانستان هو البحر العربي، بحر العرب، الذي لابد أن يعبر عن طريق باكستان لكي يصل إليه. فكان الخطر الثاني التي رأته المملكة هو احتمالية غزو السوفييت لباكستان. فانطلق المبدأ السعودي
من ناحية رد الغزو السوفيتي، ومن الناحية الثانية الدفاع عن باكستان. هذا كان المبرر والهدف مما قدمته المملكة مباشرة لباكستان، حتى أن تشكلت الأداة بالاتفاق مع الولايات المتحدة لدعم المجاهدين الأفغان الذين كانوا قد تأسسوا في باكستان أيام داوود خان قبل استلام الشيوعيين الحكم منه. فهذه المنظمات الجهادية في ذلك الحين كانت قائمة في باكستان، واتفق من المملكة والولايات المتحدة وباكستان أن تكون هي الأداة لصد الغزو السوفيتي عن أفغانستان. وبدأ المساعدات السعودية تذهب عن طريق الباكستان لهذه المنظمات. طيب نختم بسؤال أخير لو سمحتم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. منيف حماش الحربي. سمو الأمير، أنت ختمت هذه الندوة الرائعة بكلمتك أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد. الولايات المتحدة هي قوة بشرية مثل ما حدث من روما القديمة، تتراجع، تشهد تراجعات، هذه التراجعات شهدناها من 2014 عندما سيطر روسيا على القرم وضمها، وبالتالي هذه تحولات القوة. الآن اللي نلاحظه أن الولايات المتحدة ترجع إلى مبدأ نيكسون، مبدأ غوام، وهو تحالفات. رأينا التحالف الأمريكي البريطاني الأسترالي الذي حدث على حين غرة، الفايف آيز العيون الخمسة، أيضا التحالف الأنجلو ساكسوني. ولكن نلاحظ الآن خلال الثلاث أسابيع الماضية هناك تحالف يبدو أنه قد يمس بالمصالح العربية، وهو التحالف التركي الباكستاني الأذربيجاني. هذا التحالف أنشأ مناورات بالفترة السابقة، ويبدو وهذا القلق أن يكون هذا ركيزة أساسية للسياسة الأمريكية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط. ما رأي سموك؟ والله هذا سؤال يبغى له يمكن 10 ساعات لكي يجيب عليه، بس باختصار هناك من يقول أن الولايات المتحدة في طريق الاندحار أو التفكك أو الانهزام بصفة عامة. أنا لست من هذا الرأي. أنا أعتقد الولايات المتحدة فيها مقومات اجتماعية وسياسية التي تجعل منها لا تزال بالرغم من انسحابها من أفغانستان بالطريقة التي انسحبت بها، وبالرغم من ما حصل في منطقتنا في الشرق الأوسط وما سمعنا من إدارة بايدن وقبلها من إدارة ترامب وقبلها من إدارة أوباما وتوجههم كما قالوا أيام أوباما للشرق وعدم اهتمامهم بما يحصل في منطقتنا، أن الولايات المتحدة لا يزال لديها هذه المقومات التي تجعل منها بالرغم من هذه الأشياء وبالرغم مما يحصل داخل الولايات المتحدة من تداعيات ومن كيف أوصف لك يعني دلائل خلاف اجتماعي وعرقي في الولايات المتحدة كبير جدا، بالرغم من كل ذلك فهي لا تزال الدولة التي تملك 5 أو 6 أساطيل بحرية منتشرة حول العالم بمقوماتها العسكرية وإلى آخره، وهي لا تزال الدولة إلى اليوم التي تسيطر على المفهوم الثقافي والإبداعي في العالم، ولديها أيضا من المؤسسات العلمية في جامعاتها بالذات ودور البحوث التي لديها التي يحج إليها كل أبناء المجتمعات في العالم من الصين إلى أصغر دولة عندنا البحرين وغيرها ينشدون الذهاب إلى الولايات المتحدة للتعلم وإلى آخره. بالنسبة للطبابة أيضا الأمريكان هم يأتوا بأفضل الأطباء من العالم
ليكونوا ركيزة لتطورهم الطبي والبحوث فيه وإلى آخره. هذه أمثلة بسيطة للمقومات التي تتمتع بها الولايات المتحدة والتي تجعلني أقول أننا لا يجب أن نحكم عليها بأنها في سبيل الاندحار أو الانهزام. هذا لا يمنع أن يكون التوجهات السياسية للرئاسة مثلاً أو في الكونغرس في تسير في منحى معين، وكما شاهدنا مثل ما تفضلت أنت من أيام بايدن ومن أيام أوباما وبعد ذلك، فهناك توجه معين لها. لكن لازلت أعتقد أن الولايات المتحدة هي اللاعب الرئيسي في العالم، ويريت أنه كنت دائماً أقول لأصدقائي الأمريكان عندما كنت سفير في الولايات المتحدة، لديكم في واشنطن فقط من مؤسسات الفكر اللي جلبتوا لها أبدع المفكرين في العالم بما لكم، ولديكم الجامعات العظيمة في عاصمتكم التي يرتادها ويحج إليها الطلبة من كل العالم. كيف نفسر ذلك مع اللخبطة والشخبطة التي هي في سياستكم الخارجية؟ فما كانوا يستطيعوا أن يجيبوا إلا أنهم يقولوا أنه داخل أمريكا في مؤسسات تأثير إن كانت مالية أو اجتماعية أو سياسية، كلها تتنافس على أن تصل إلى مقرر القرار في الولايات المتحدة إن كان الرئيس أو أعضاء الكونغرس، وهي التي يكون لها المؤثرات الكبرى في كيف تسير الولايات المتحدة. فهذا أمر يجب أن نتماشى معه وأن نقر بأنه قائم، وأن نتعامل مع هذه الوضعية بما لدينا من مكونات أساسية. وأنا لازلت أقول كما قلت سابقاً أن المملكة العربية السعودية بالذات هي أيضاً لها من المقومات المؤثرة التي يجب أن تستخدمها وتستفيد من وجودها، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل أنحاء العالم. وهي ليست فقط سلعة البترول التي يحتاجها الإنسان، وإنما الكفاءات البشرية المتوفرة للمملكة في كل هذه الدول من خلال البعثات للجامعات وللدراسة في هذه الدول. لدينا حسب ما قرأت في الصحافة منتشرين في العالم 200,000 طالب وطالبة سعوديين في كل بلدان العالم. هؤلاء هم بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي الرسمي هم سفراء المملكة وسفراء المجتمع السعودي لهذه المجتمعات. وأرجو وأتطلع إن شاء الله أن يكون تفعيل هؤلاء كسفراء قائم ومؤثر في تلك المجتمعات. والأخ سعود قال إنه هذا آخر سؤال حيسمح به في هذه الندوة الكريمة، فأشكر لكم إنصاتكم كما أشكر له سؤاله وإدارته لهذه الندوة. شكرا لكم جميعا. شكرا طال عمرك. شكرا جزيلا.